السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سلوى أحمد علي، عضو فريق أوفيس 365 سوهاج. هنتكلم النهاردة عن كيفية إنشاء حساب داخل موقع سوهاج تيم. أول ما أدخل على الموقع هلاقي الواجهة الرئيسية بالشكل اللي قدامي ده. لأول مرة أدخل لازم أعمل إنشاء حساب. هحط طبعا الصورة الخاصة بيا هنا، أي صورة تختارها للبروفايل بتاعك. هكتب الاسم الأول وليكن بالعربي أو إنجليزي زي ما تحب. واكتب الاسم الثالث او الرباعي هنا، الايميل بتاعي اللي هسجل بيه، ويفضل انه يكون الايميل الموحد الخاص بحضرتك، والباسورد، البلد بتاعتي، المدينة بتاعتك، والمحافظة طبعا سوهاج. والنوع بتاعي، واعمل ساين اب. بعد ما اعمل ساين اب هتجيني رساله على الايميل اللي انا مسجلاه ده، في اربع ارقام. الاربع ارقام دول هحطهم هنا علشان اكد حسابي في الايميل وادخل بيه. هدخل على الجيميل بتاعي هنا واشوف الرساله اللي جاتني. اهي بيقول لي الكود بتاعك 3006. هكتب الكود هنا 3006 واضغط على التابة دي. اديني دخلت الى الموقع بتاع سوهاج تيم، وادي التابة الخاصة اللي هلاقي فيها المفروض الصورة بتاعتي هنا، ولو ضغطت هنا هلاقي الملف الشخصي بتاعي اللي فيه اسمي وكل بياناتي. كده انا دخلت خلاص وسجلت على الموقع. وإن كنت عايز أرفع أي عمل من الأعمال بتاعتي أرفعها على مسابقتي.